بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم مع بعض الهيد بوينتر وشو فكرتها وشو الفائدة منها. في البداية أنت في عندك كومنت، هاي الكومنت إلها معلومات، فعندك تري وهي نال. هتقولي ليش نال؟ إيش يعني نال؟ خلينا نحكي إنها فاضية، والسبب لأنها أول كومنت عندي. هتقولي أنا لسه مش عارف شو معنى تري، أقولك أصبر علي شوي. في عندك author، الاوثر هو محمد، يقول لك مين انشأ الكومنت هاي؟ يقول لك محمد. وهنا عندك الرسالة اللي انت انشأتها، وانتبهت انه لكل كومنت في عندنا SHA، وهو خلينا نحكي الID اللي بيكون يونيك مستحيل يتكرر، وشرحناه في المحاضرات السابقة. وفي عندنا الهيد وهي بتكون واقفة دائما عند اخر كومنت. فمشروعنا مش عندنا غير كومنت واحدة، بيعتبروها أول كومنت وآخر كومنت. وعشان أوضح لك الفكرة بشكل أكبر، تعال ننشئ مع بعض كومنت جديدة. وفي عندنا هون التري، التري عندي إياها فاضي، بس الأوثر أكيد ظل زي ما هو محمد، وهي المسج اللي أنت سويتها. SHA برضو أعطاني للكومنت هاي الجديدة SHA مختلف على الكومنت السابق. طب ليش التري فاضية؟ بقول لك التري بتاخذ أول 7 أرقام من الكومنت السابقة. فتطلع معي، أخذنا أول 7 أرقام من الكومنت السابقة، فعشان هيك هون كان عندي نال، لأنه ما في كان عنده كومنت قبليها، بس هاي الكومنت لا، كان في قبليها كومنت، فأخذنا الـ SHA أول 7 أرقام ومنعطيها للتري، وساعتها الهيد رح ينتقل من الكومنت الأولى للكومنت الثانية، إنه هاي صار عندنا آخر كومنت. برضو أتوقع الفكرة لسه مش واضحة. خلنا نعطي كمان مثال. أنشأت كومنت جديدة. أول شغلة للتري، شو رح يكون عندي هنا؟ الكومنت اللي قبليها أول 7 أرقام، فهي انتقلت. الأوثر أكيد رح يكون محمد، والرسالة اللي أنت كاتبها في هاي الكومنت، وأكيد رح ينشئ لك الـ SHA. طيب الهيد راح يظل هون؟ بقول لك لا، راح ينتقل لآخر كومنت. أنا هسه متأكد، هتقول طب شو الفايدة من الكلام ها؟ راح أقول لك الفايدة الكبيرة لما نبلش نتعلم البرانش. إيش يعني برانش؟ المسارات. راح تستفيد من فكرة الهيد. وفي المحاضرة القادمة لما نتعلم السجلات راح نشوف كلمة الهيد والكومنت والأوثر والتري. انت راح تكون فاهم الافكار هاي. خلنا تكون افكارنا كانت واضحة في محاضرة اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.